بدأ اليوم العاشر من محرم حافلا بالأحداث منذ ساعات الفجر، حيث شارك الملايين بفعاليات مختلفة كان أبرزها موكب ركضة عزاء طويريج وسط تجديد صحي واستنفار كبير لجميع الأجهزة الحكومية لإنجاح هذا العزاء المليوني دون أي مخالفات تذكر. الأعوام السابقة بدت مختلفة عن السنة التي تعاني من انتشار وباء أدى للعديد من الضحايا، وشاهدنا الجهد الصحي الذي أخذ على عاتقه التعفير والتعقيم لمخاوف كانت حاضرة في هذه الزيارة من زيادة أعداد المصابين. كانت الاستعدادات في مدينة كربلاء اليوم العاشر من المحرم بخصوص عجلات الإسعاف خصوصا ودائرة الصحة عموما في كربلاء، منذ 3 أيام تقريبا كنا في الإنذار، وكانت جميع العجلات مستنفرة وكافة كوادر الصحة مستنفرة لاستقبال 10 عاشوراء محرم الحرام. أعداد كبيرة من الزوار شاركوا في زيارة عاشوراء، وغياب الزوار الأجانب بسبب الإجراءات الصحية لجميع الدول الأخرى نجاح يضاف للقوات الأمنية والحشد الشعبي والملاكات الصحية لنجاح هذه الزيارة. القطاعات بصورة عامة التي اشتركت في هذه الخطة ما يقارب أكثر من 30,000 مقاتل، جيش، شرطة، وحشد الشعبي ودوائر أخرى. بالنسبة جائحة كورونا، إحنا بالنسبة للقوات الأمنية طبقناها قبل الخطة، ونفذناها. أول نقطة طبقنا النظام البديل، وكذلك طبقنا تطبيق الشروط الصحية، وكل فوج أو كل سرية عندما تحرك من مكان إلى آخر معها عشرات المفارز الطبية. دعوات تملأها أيادي المعزين لقبر الأئمة المعصومين للانتهاء من فيروس كورونا والنهوض بالبلاد من المعاناة التي وصفوها العراقيون بالكارثة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.